السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج واش فهمتونا. هذه الحلقات كما العادة كنصورهم من الدار، الضيوف ديالي كيصوروا من الدار، وهذا بغينا يكون تذكير يومي لنا كاملين باش أننا نبقاو في ديورنا. واش فهمتونا؟ فلنبدأ. غتكونوا لاحظتوا أن أكثر الدول اللي عرفت التعامل مع انتشار فيروس كورونا ماشي بالضرورة الدول القوية أو الغنية، ولكن هي الدول الأكثر ليونة اللي خدت إجراءات احترازية في وقت مبكر، واللي الناس ديالها قاموا بالواجبات ديالهم ولو أن التصرفات اللي كانت مطلوبة منهم ما متعودينش عليها. اليوم معنا كمال الرياني واللي غيتكلم لنا على مصطلح social resilience أو الليونة المجتمعية. شنو كتعني المرونة سواء بالنسبة للمؤسسات أو بالنسبة للأشخاص؟ وواش أنت ولا أنت كتعتبر شخص مرن أو لا؟ المرونة هي القابلية والاستعداد ديال الأشخاص وحتى ديال المؤسسات باش أننا نواجه الضغوط والأزمات وناخد قرارات انطلاقا من الموارد اللي عندنا حاليا باش أن الحياة تستمر. مجموعة ديال القرارات اللي اتخذت في المغرب كتعتبر قرارات مرنة، مثلا إلا شفنا وزارة التربية الوطنية والتلاميذ والطلبة كيتبعوا عملية التعلم عن بعد بالموارد المتاحة بحيث أن القراية ما وقفتش. ثانيا، مجموعة ديال الشركات مثلا ديال النسيج ولات كدير صناعة الكمامات. ثالثا، مجموعة ديال الشباب اللي خداو مبادرات على مواقع التواصل الاجتماعي أسسوا مشاريع اللي هي رقمية كتساهم في التوعية وكتساهم في إيجاد حلول ودعم الناس اللي هما أكثر حاجة للدعم في هذه الوقيتة هذه. مجموعة ديال الطلبة أيضا اللي جابوا أفكار وجابوا اختراعات ديال الأجهزة اللي حاليا المغرب كيحتاجها باش يخرج من هذه الأزمة. أول شيء وأهم شيء هو العلاقات ديالي مع الناس اللي معايا في الدار خاصة تكون مزيانة، وباش تكون هاد العلاقات هذه مزيانة خاصني نعوض الكلمات ديال المنافسة وديال العناد في دماغي، نحيدها ونعوضها بالمبدأ ديال التعاون. نقوم مبادرات حتى انا في الدار، نعاون مولين الدار في اي حاجة اللي حنا كنستافدو منها كاملين، اوتوماتيكمون هما غادي يعجبهم الحال، ولا عجبهم الحال غادي يرضاو عليا، ولا رضاو عليا حتى انا غادي يعود عليا هادشي بواحد الرضا عن الذات. ثانيا، نتعلم مهارات اللي هي جديدة واللي هي نقصاني باش انني نحل المشاكل والاشكاليات اللي عندي. نوجد راسي لمرحلة ما بعد كورونا، نمشي على منصة تعلم على الانترنت ونتعلم كل الاشياء اللي هي كتنقصني سواء اللغات او الكفاءات اللي هي جديدة اللي غتعاونني. ثالثا، حاجة حتى هي مهمة، هو انني ما ننساش نرفه على راسي، مشاهدة افلام، فيديوهات في اليوتيوب، تمشي لمواقع التواصل الاجتماعي، دير شوية ديال الرياضة في الدار مثلا، تمارس الهوايات ديالك، تبدع اشياء جديدة، وما ننساش على انني اي حاجة درتها مزيانة وعجبني الحال نشاركها مع الاصدقاء ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشاركهم مع الناس اللي كاينين معايا في المنزل. هادشي كله كيدخل في المبدأ ديال المرونة، هو انني كنستعمل الموارد اللي عندي في البلاصة اللي انا فيها باش كيمكن الحياة ديالي تستمر باقل الاضرار. ونتمنى نشوف واحد المجتمع مرن كل شيء كيتحرك باش نلقاو الحلول ونخلقوا واحد المجتمع اللي كيصمد امام التحديات والازمات وكيخرج منهم رابح ان شاء الله. التلاميذ والطلبه والناس بصفه عامه اللي كيتسناو حتى تكون الظروف ملائمه عاد يقوموا بالواجبات ديالهم غادي يصطدموا بحقيقه ان الرياح لا تجري دائما بما تشتهي السفن. داكشي علاش خصهم يتعلموا يتاقلموا مع الوضع كيف ما كان